تخيل دابا راه كيقولوا 90% جوج موتا وواحد فحال خطير. هما كانوا 3 اشخاص. انا بعد فهاد الحادثه السير ديال 3 اشخاص اللي دازوا تما غادي تيماكس موتور حجم كبير تما غادي ضربوا مع النخله. هما كانوا 3 اشخاص ضربوا مع النخله طاحوا ديك الجهه اللي لهي فين كاين الدمايش هذيك صافي طاحوا. شكي قولوا لا شي ولدي حاله خطيره كل واحد وش كي. انا شفت واحد ديكور الناس كلشي جانا تجمع شفت شكي يقول ماشي كل واحد واش كيقول. انا بعد هذوك الاشخاص ملي شم في حاله خطيره ولكن ما نقولش لك العلم لله الله اللي كيقشر الله اللي كيحيي. مشينا انا بعد شفت 3 اشخاص تمايا في حاله خطيره نقول لك العلم لله ما طيح على راسو كل واحد وشي من فمه كل واحد منين خارج لي الدم. انا بعد هذا الشيء اللي شي 25 سنه 23 سنه هذا الشيء ما يتجاوزش على العمر ديالو ماشي ليك. هما راه كاينين واحد جوج شوام وواحد اخر معاهم 3 اشخاص هما هذا الشيء ليك. فاطمه بغيت نقول لك بلاصه طرام من اول ما جينا كان السيد اللي كان حاضر الحادث الموطور تي ماك جيب واحد السرعه من هنايا من الصحه خاف واحد البلاصه هنا هبط ليه فهذاك الحوت بقى كيهرب ديال الموطور دخل ديك الشجره خلف هذيك الشجره السيد ضرب ديك الشجره طاح موتوا هكشي الحادثه ديال الفايل اللي مشاو تقريبا دابا راه كيقولوا 90% جوج موتا وواحد فحال خطير ثلاثه مشى الفخذ ديالو كله مفرقع. حنا عيطنا على البوليس راهم بنا صاجو في البلاصه هزوهم دابا الناس حاربوا معنا اللي في الدم كنتسناو صحاب ارتيست جو حاربوا الدم وراك عارف علينا المسؤولين ديالنا الامور دابا شنو هو الوالد ديالهم هما مساكن وصافي. هذاك خويا اللي تضرب في الشجره ضرب هنا في لاكران ديالو طاح في البلاصه هذاك ما تحركش الاخر الثالث اللي من لهي هذاك عينو خرجت ليه وكله وجهه كله دمايات هذاك الزو تا هو 90% في حاله الموت. الثالث اللي كان الوسط هذاك فخذو كله ضار ليه درجه اللحم مع العظم كيبان لك هذوك مسالم ثلاثه هزهم كراف موبليستي جوج بعدا موتا في البلاصه كيقولوا والثالثه كراف موبليستي عداهم ليه للسبيطار البوافي صحاب الواقع المدينه عداهم للسبيطار البوافي تبعهم حنا كنستناو عاد من كادو هاد الدمايات هادي وتحاكوا شحال من الاخوه.